السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا هي استكمالا لملفاتنا اللي هي تابعه الى خدمه المواطن. اليوم موضوعنا خدمي جدا وبامتياز. دائما ما يقلق او يرهق البغداديين، كثير من البغداديين تساءل الى متى تبقى هذه الخدمات معطلة وتؤخر وتكون بالتقادم من مسؤول إلى مسؤول إلى مسؤول آخر. هذه الخدمات نحتاج إلى أجوبة. هذه التساؤلات عند كل مواطن بغدادي تحتاج إلى أجوبة، حتى وإن لم يكن مواطن بغدادي، ممكن أن يكون مواطن من خارج محافظة بغداد، لكن من يجي يشوف العاصمة قلب العراق النابض بهذا الشكل ممكن ياخذ عليه أكثر من تساؤل وأكثر من علامة استفهام. لكن هذا ما يعني أن يكون كل بغداد بهكذا شكل، لابد أن يكون هناك وجه آخر لبغداد يمكن أنا ما زايره ما شايفه. كل هذه التساؤلات، كل هذه الأفكار، كل هذا اللي يدور في عقل الإنسان العراقي وخاصة البغدادي راح يكون له جواب اليوم. وضيف حلقتنا المهندس محمد الربيعي، مدير عام المديرية العامة للعلاقات والإعلام. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ محمد. دكتور، فرصة سعيدة حبيب. مساء الخير لك ولي كادر قناة الأيام. يسعدني ان اكون اول مره ضيف عندكم في الايام. من الشرف. بالاستوديو انا طلعت على الايام لما يكون هناك المراسلين يتواصلون ويانا ميدانيين، اما اليوم انا بالضيف في هذا الاستوديو الجميل، وهذا الايام الحلوه اللي عشناها مع بعض نعيدها من جديد ان شاء الله. لنا الشرف صادق. ولجمهوركم ومشاهديكم كل التحيه والتقدير. يسلمك يا حبيبي. تسلم لي استاذ محمد. شكرا. لابن الكراده. الحمد لله. دائما من نقول محمد الربيعي هو ابن الكراده، فاذا شهادة اعتزوية. الله يحفظك. ابن بغداد وبعد اعتزازي اكثر. الله يحفظك. فدائما منقول ابن المحافظه هو احرص واشد الحرص عن البقيه. يمكن يجيك ما يعرف بتضاريس المنطقه وتفاصيل بوضعها وتفاصيلها، فيكون حرصه على اخوانه اصدقائه جيرانه عمامه خواله اللي بالمنطقة على الأقل. خلنا نشتغل على هذه المنظومة حتى يكون تقرب للعمل أكثر. يكون اليوم يا أستاذ محمد، خلينا نكون صريحين، بغداد تئن وتشكو إلى المسؤولين. هذا التعطيل، هذه الشوارع، صدقني يمكن أنا من أجي من ملعب الشعب باتجاه مستشفى شيخ زايد، هذا المستشفى المهم. انا دائما اقوله شارع منبلط، شارع بيطسات، هذا اللي يجي عنده قلب او عنده كسور هذا اراد يعني يطلع به للنجف مباشره. مو تمام استاذ محمد؟ صحيح. هذه واحده من المشاكل. صحيح. فراح نبدا مو بهذا التساؤل لكن هي افتتاحيه. دكتور حازم، اني لولا هذه المقدمه واعرف انه شنو اللي دي يصير، ما يعني حتى لا ابعد نفسي عن المسؤوليه. 20 سنه راح يصير بعد اربع اشهر، يصير لنا 20 سنه وانا في هذه المسؤوليه، لكن مو بهذا المنصب اللي ذكرته، لكن بالحكومه المحليه. وانت مهندس اللي بدت الحكومه المحليه عندنا بعد ال 2003 الى حد اليوم احنا ما تركنا هذا الملف. بس نجيب راس على راس ما نقدر بصراحه. طبعا راح نتكلم هواي امور. يعني اليوم انا موظف دوله بنفس أكيد. الوقت لازم اقدر صح. وجودي انا اليوم مسؤول تنفيذي. خلي يفهم المشاهد انه انا قبل كنت عضو مجلس محافظه ومجلس طبعًا. بلدي ينتخبني الناس. اليوم انا موظف دوله صح. لازم ادي واجبي طبعًا. واليوم جد ادي واجبي من خلال قناه صحيحه. أحسنت. انقل صوره. احسنت استاذ محمد. ما هي الحدود بلديه لمحافظه بغداد حتى لا يكون هناك تشابك عند المواطن؟ حلو هذا السؤال. تم استضافه اكثر من اخ مدير بلديه لكن لبلديات بغداد استاذ ياسر القريشي. صح. لكن اليوم استاذ محمد يريد يحدد لنا البلديات، الحدود البلديه لامانه. حلو، سؤال مهم جدا. وانا هذا السؤال كنا نناقشه ورسمناه مع بعض مع كبار القاده في العراق بعد ال 2005 من كتب الدستور العراقي. الدستور العراقي وضح
2005 دكتور وضح بغداد ثلاث مرات، ذكر كلمة بغداد، ذكرها بالمادة 11، ذكرها بالمادة 6، ذكرها بالمادة 124. بالمادة 124 من الدستور العراقي اللي هي المفصل هذه المادة، عرف بغداد بالمحافظة وبحدودها الإدارية، وعرف بغداد بالأمانة، أمانة العاصمة بحدودها البلدية. وسؤالك يقول ما هي الحدود البلدية؟ واحد يسأل سائل شلون نعرف الحدود البلدية؟ عندنا قانون سنة 1959، قانون رقم 56 لسنة 1959 اسمه حدود تصميم الأساس لبلدية بغداد الكبرى. يا هي التصميم الأساس، تصميم الأساس 14 بلدية، هذا هو التصميم الأساس اللي هو النص هذا القانون سنة 1971 التصميم الأساس مو الحدود، أكو قانونين يعني. فقط قانون التصميم الأساس للمدينة، يمكن عندك بعض المحاور اللي تناقشناها شوين صار تصميم الأساس، هذا هو الرسم سنة 71 شنطة انطى الفعاليات شي يصير في بغداد، وين الفعاليات البنى التحتية، وين فعاليات الخدمات، وين فعاليات الصحة، وين فعاليات التعليم، ثم الأراضي استخدامها شنو. تمام، هاي هذا بستان، جنس الأرض. برافو عليك، هذا بستان، هذا زراعي، هذا صناعي، هذا عمودي، هذا أفقي، هذا مستشفى. هذا التصميم قديم سنة 71. إيش وقت ينتهي كل تصميم؟ إلى مدة بدء وإلى تاريخ نفاذ. مدة افتراضية. المدة الافتراضية أو تاريخ النفاذ لقانون التصميم الأساس سنة 2000 خلاص. وإحنا شو وقت بدينا؟ احنا بدينا 2003، يعني بدينا خلصان. اذا تقول لي العد ليش وشنو صار، خلينا نوصل رساله للمشاهد انه بال 2005 بعد ما حدد القانون الماده 124، مجلس النواب من الجمعيه الوطنيه الى مجلس النواب الحالي الموقرين جميعا بقادتنا الكبار ما انتبهوا ان يشرعون هذا القانون. لم يشرع وينص بقانون، اخر عباره مكتوبه وينظم بغداد وضعها بقانون. طبعا من ينظم القانون استاذ؟ مجلس النواب. اذا ما قاري حتى قراءه، حتى لا قراءه ماكو، بس اكو مسودات، مسوده عد امانه بغداد، مسوده عد محافظه بغداد، مسوده عد مستشاري رئيس الوزراء اللي هو هيئه المستشارين، ومسوده عد مجلس الامه. اكو مسودات، زين هاي شو تطلع للنور؟ اذا ماكو قانون ومسودات ما قررت، شو نسوي؟ احنا كحكومه محليه محافظه وامانه ومجالس بلديه تعتمدون امر الواقع. امر الواقع، هذا الامر الواقع ايش سوى ببغداد؟ رجعها 30 سنه اللي ورا. صحيح. وخلي نكون واقع، انت طلبت من عندي انا اكون صريح. لا هو لازم يكون صريح. فبغداد رجعت 30 سنه مع الاسف. هسه انا جاي اليوم ابيض ال 30 سنه واقل وجهه صح لبغداد، اقول لك ما نقدر، نقدر نشتغل ترقيع. فعمليه بغداد مع الاسف خضعت للترقيع. بغداد خضعت، شئنا ام ابينا، شلون؟ هذا الزحف اللي صار عليها من سكانها، كانت تقرا 4 مليون. هسه بدها تقرا. هسه تقرا 9 مليون. نعم. 7 9. لا لا، بغداد بالنهار 9. 9 ويجوز يوصل بعد بعض الاحيان يوصل اكثر، لان ال 126 شاحنه تدخل الى بغداد، 10,000 سياره تدخل من كل منفذ الى بغداد، هاي حسابات عند المرور وعند وزاره النقل وعند الاسكان وعند البلديات. الاطراف صارت تبعيه المحافظه اللي هن 7 بلديات، اللي ياسر القريشي ذكرت اسمه هو مسؤول عن بلديات 7 اطراف واللي محافظها محمد جابر عطا. احنا اليوم امانه معنيين بهذا المركز، بس من نقول معنيين بالمركز معنيين مو بالتربية والصحة والرعاية الاجتماعية والنقل والكهرباء. شوف ذني لو مرتبطات كلهن بالأمين مثل اسطنبول، من تروح البلدية اسطنبول تقول ليش بغداد ما نقدر نسوي مثل اسطنبول؟ أبو اسطنبول مسؤول عن النقل، المترو، الباصات، مسؤول عن الكهرباء، مسؤول عن الشك والشي اسمه إنارة وكهرباء. إذا مسؤول هذا رئيس وزراء، هذا هو أمين كل عاصمة مثل باريس، مثل عمان، مثل هسه عمان مرتبط بملك، بس دول مرتبطين بجمهوريات، أنظمة تختلف. بس تدري هو شنو الأمين اللي عندهم أمين العاصمة؟ أولا يملك كل الجبايات والأموال، ثانيا يملك كل الصلاحيات ويملك القانون. يسوي لو ما يسوي شيء؟ لا بالتأكيد
بالتاكيد يسوي، زائد عنده اراده، زائد عنده اراده وعنده سياحه وعنده فلوس فتصير بلدان. احنا ليش وقت ما صرنا السبب مالتنا متعلق بالامر السياسي. الوضعيه السياسيه ما بيها استقرار 100%. كل رئيس وزراء يجي لو يكمل الاربعه لو ما يكمل الاربعه، هاي وحده. وكلها لو تصير تظاهر عليه لو ما يصير، فمشينا يم امر الواقع. امر الواقع شو وصلنا؟ وصلنا الى 129 الف حي سكني في بغداد عشوائي. وين انضافن؟ انضافن على ال 547 حي رسمي، انضافن على الخدمات وانضافن على، فصار ضغط، صار ضغط، ولد تشوه، ولد منطقه. اضافه ليش ننسى بغداد صار بها من السبعه الى ال 15؟ لا بالتأكيد. من 2007 ل 15 استاذ حازم نريد نتشاوف بالختله بالضبط. هذا اثر، كله اثر من الانفجارات ومن المشاكل. لكن احنا صدقني ما قعدنا، خلينا نقلب الاوراق، نطلع مشاريع جي. نطلع. فاليوم هاي اليوم هاي الحدود الاساسي. انا عضو كنت بالتصميم الاساسي في مجلس المحافظه، واليوم انا مطلع على نهايه ان شاء الله راح اجيك في موضوع التصميم الاساسي. قل لي وين صار هو هذا هو بعد احنا فتحنا موضوعه زين. نرجع حطيتك تصميم بغداد واضح. كل بلديه من بلديات بغداد لها مدير عام ولها اثنين معاونين، وكل بلدية لها صلاحيات مركزية لا مركزية تعمل تأخذ مصاريفها. بعد 2014 الدكتور حازم صارت البلديات ما تستلم أموال من الدولة، جبايات تمويل ذاتي. فأمانة بغداد بعد 2014 بحصارنا ويا حربنا مع داعش اعتمدت على نفسها، فالتمويل الذاتي يقول يغطي. فش كانوا يأخذون الفلوس يطوها للمركز المن للبلديه الكبرى اللي هي امانه بغداد، فتوزع على الفقر ثم الفقر ثم الفقر ثم الفقر. هذا هو التخطيط. اكو بلديات انتعشت. هسه انت تقول لي وين الانتعاش؟ اقول لك انتعشت. اكو بلديات ما كانت عندها مي ومجاري، واكو بلديات ما كان عندها تبليط، شافت التبليط وشافت المي وشافت المجاري. صوره امانه بغداد ما تنقلها اعلاميا صحيحه كل القنوات، مع احتراماتي هسه انا هم انقل. انا في المقدمه سويتها. لان انا هسه دا اشوف. خلينا نطي الوجه الابيض. لا خلينا نطي الوجه الابيض مثل ما تفضلت. ندخل في المشاكل يعني. لان اكيد ماكو شيء ينتج خارج يشوفه اذا ما كان اساسه باشكال. فش عندنا؟ عندنا دائره اسمها دائره المشاريع. هذه ما لها دخل بال 14 بلديه. واضح. هاي معنيه بالاكساء، معنيه بالطرق، ومعنيه بالاسيجه، ومعنيه بالانفاق، ومعنيه بالمجسرات اللي ما تعبر نهر. اللي تعبر نهر مسؤوليه الطرق والجسر. واضح. طبعا بالمناسبه اذا هاي هم نرجعها الى اسطنبول، اعطينا مثال اسطنبول. اللي احنا ماكو اليوم واحد يشوف القناه مالتك ما مسافر تركيا. ماكو، مو؟ متفقين؟ 70 80%؟ اخوك ما مسافر. تركيا ما رايح لها؟ على حسابي تروح وياي. لا بدو ولا واحد. ليش؟ قل لي ليش؟ شوف تدري ليش؟ لان شكو جسر يعبر نهر هذا مسؤوليه الاسكان. او شكو جسر ما يعبر نهر مسؤوليه امانة. هاي 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 المفروض نطلع من عدها. تمام. هاي مو بيدي، والله لو بيدي المفروض من باكر اقرها بالبرلمان. لان هاي وزاره الاسكان، يابا وزاره الاسكان عليك هذا الجزء. يعني الجسور ما تتابع لامانه اسطنبول مثلا. كلها تابعه للامين. ماكو الطير اللي ياكل حنطه. على الحدود. الطير اللي ياكل حنطه مسؤول عنه الامين، الطير، والله الطير. صدقني هنا فقدنا بالكراده، تقيت لابنها، فقدنا الطيور وفقدنا الزهور. وفقدنا البلابل والعصافير اللي الصبح تغرت. ليش؟ لان الحدائق حولوها الى مخازن. صحيح. مخازن صح. وتحولت الكراده الى مدينه مو جاذبه، مدينه طارده مع الاسف. او تحولت البعض الى بارات ومسا بالهاي رخيته وما رخيته وفوق. ليش؟ لان احنا قلت لك بدينا نتخبط واشتغلنا شغل بدون تخطيط. تمام. نحكي وقع نشف لساننا. زين هو هذا التخطيط. اي هو العفو، هذا التقسيم. بعد ايش عندنا؟ عندنا دائره خاصه اسمها دائره الماء، وعندنا دائره اخرى راح اجيك بالمشاريع مشاريع الماء. اليوم احنا ما عندنا مشكله بالماء وراح اجيك بها. وعندنا دائره خاصه دائره المجاري، وعندنا دائره خاصه بالبيئه والصلب. هاي تابعه لكم؟ هاي كلها بالمركز، كلها موزعه باطراف. عندنا دوائر بامانه بغداد 28 مدير عام. فامانه بغداد تعمل بدرجه وزير امينها وثلاثه وكلاء، وكيل بلدي ووكيل اداري ووكيل فني. كل واحد معني بملفاته. وامانه بغداد حتى للفرصه اللي هي ثمينه الان اقول لك اياها اليوم. احنا اليوم جد بالتاريخ
احنا بالمناسبه احنا نقل مباشر الان طالع نقل مباشر. لا لا هسه الساعه 9 و 15 دقيقه يا تاريخ مساء 8 يوم 8 تشرين الاول 8/10 بعد 23 شباط ما باقي لها هوايه، باقي لها 11 وال12 والواحد والثاني، 4 أشهر 120 يوم امانه بغداد تحتفل باليوبيل الذهبي 100 سنه. سنة 1923 أول أمين تنصب في بغداد اسمه مدير بلدية بغداد، نصب العهد الملكي 1023. واليوم احنا أميننا الحالي إن شاء الله راح يحتفل مع كادرة ومع بلدياته بمئة سنة على بغداد. إذن هاي البلدية اللي عمرها هاي دا بكى لا لا ان شاء الله باقي يعني ما نريد نغير احنا كل ساعه. ليش؟ لان عندنا مشروع عندنا مشروع انت عندكم هيك مشاريع. نعم عندنا مشاريع راح اجيك بها استراتيجيه، وان شاء الله هو الرجل المناسب في مكانه المناسب الحالي. هاي دفاعا عنه يعني انت وياه؟ مو دفاعا عنه، لان هو ابن المؤسسه اشتغل هو من يعني هو كان يشتغل بالامانه هو بامانه بغداد من عقد من وظيفه معاون او مدير شعبه، من مدير شعبه ويصعد امين. انا اعتقد هذا ناجح. هو مهندس؟ انا اعتقد مو اعتقد هذا ناجح بل اجزم هو مهندس. نعم استاذ عمار مهندس، وهو خريج جامعه التكنولوجيه، وهو اشتغل بالتصاميم واشتغل بابن الرشد واشتغل بالمشاريع واشتغل بالتخطيط والمتابعه واشتغل مدير ما واشتغل وكيل وصعد امين اربع شريط. هذا يعني انا اعتقد المؤسس. انا اعتقد اليوم فريق العمل لازم يكون منسجم في اي دائره. أكيد. الانسجام يولد طاقة ويولد انتاج ايجابي. فجبناها على انه يعرف بكل شيء. فاليوم من اقول لك انه احنا عندنا ال 23 اليوبيل الذهبي وجبناها على اسطنبول وعمان وذولا ما عندهم ال 100 سنة. احنا عندنا ال 100 سنة، احنا عندنا العراقة، عندنا الكذا. ليش لما نرجع نعيدها من جديد ونحتفل بها؟ راح يصير عندنا احتفال مركزي كبير، بس راح يصير عندنا لازم قبل نهضة ايضا بمشاريع حيويه. تمام. هو احنا هاي اشكاليه استاذ محمد، كلامك منطقي وجميل جدا. هاي ال 100 سنه المفروض احنا طبعا انتم بالمناسبه اول قناه نتكلم عن 100 سنه. اي فعلا لاول مره اسمع المعلومه يعني. بس يعني ان يمتلك العراق، طبعا هو العراق هو اكيد 7000 سنه يعني بالضبط العراق والتاريخ. لكن احنا نتحدث اليوم عن يمتلك بلديه نظام البلديه أحسنت. من 100 سنه وبعدنا نتراجع؟ مو هو هذا الدار اللي اقوله. بعد محمد جميل بيك انت اليوم كل جدا واقعي عن اثناء الحوار. هاي الواقعيه تناغم داخل كل مواطن دا يشاهد البرنامج حقه. انا اطب ببغداد بعد 100 عام وانا اعطي مثال على في دوله مجاوره. انا اعتذر للمواطن يعني اسمح لي. لا انت رجل هم يقول لك ما صار لك هوايه يعني. لا 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 انا اعتذر نيابه عن كل مسؤول، خلي يسمحوا لي اتحمل كل مسؤول بالعراق معني ببغداد ما دام انا بالايام بهاي الايام المرت. انا معني بالاعتذار لان انا رجل دوله، رجل الدوله اللي يعتذر ويؤمن بالاعتذار. الاعتذار هو بس كون هذا الاعتذار من وراء تصحيح. اكيد تصحيح مسار صح. فاحنا ان شاء الله بحلقتكم هذه راح نبين الواجهه النقاط ان شاء الله. نعم. وهي اكيد يعني هي عندك هالمعلومه يعني هاي النقاط للناس، لكن انا متاكد عندك هاي المعلومات والتراتبيه بالعمل سبل نجاح العمل ايضا عندك ومخطط في المدى. تقول يعني احنا وضعنا خطه مع استاذ عمار امين بغداد، وضعنا خطه كفيله ان تنقلك من حال الى حال وهذا ما نصبه اليه يعني. يعني قلت لي انت قبل البرنامج قلت احنا عندنا 6 أشهر محددين عمل بست اشهر. لا احنا انطلاقه صار لنا 5 أشهر وشويه. خمسة أشهر تقريبا. بس خلال هاي الست أشهر أو الخمسة وشوية أستاذ عمار صار صاحب مسؤولية أمين، كان وكيل وأنا كنت مدير عام العلاقات وما زلت مدير عام العلاقات. بس صار لي بهاي الخمسة أشهر انطلقت. قبل كان الأمين السابق محجمني زين، كنت تغابوني الأيام صح، تقول لي اللقاء أقول لكم سوري علي فيتو. أي. يعني ما أدري صحيح. ما أدري شلون يفسرها المشاهد على صحيح. على مدير عام فيتو ما يطلع بالإعلام. أي صحيح. فالآن انطلقنا الحرية زين. ولكن ما جيناكم أول يوم بالنستلمنا للإعلام أقول لكم راح نطبق. صراحة أنتم وايد ترفضون يعني احنا نقول له بالعلاقات يقول لي يرفض. احنا تقصدنا أنه نبتعد 4 أشهر 5 عنكم، عن العلاقات سبب. كلها عن الإعلام كلها سبب حتى نعطيكم نتائج إيجابية. جميل. سوينا. فهاي هاي الخمسة أشهر وراح تصير 6
بدينا بجمالية بغداد، نجمل بغداد. هدف؟ هدف، هدف الجمالية، هدف الجمال، هدف لبغداد، لأن بغداد تستاهل أن نبيض صورتها. صحيح. الجمالية، بس مو صورية، لا فعلية. غطينا غطينا كل أغلب الساحات والنصب والتماثيل بجدار حاجز عنكم عن المشاهدة، ودخلنا نهجم بالشغل مع شركائنا، حتى نذكر دائما شركائنا، شركاء اللي عملنا طبعا عدا كهرمانة ما غطيناها وغلطنا، وهاي الغلطة ما الكهرمانة ما غطيناها، سوت لنا مشاكل. التغطية للنصب والتماثيل والساحات بدت من النسور في 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 اليرموك لساحة الأمة، حديقة الأمة ونصب التحرير، ما تدرون ايش يصير جوا، ثم الحسنين، فردوس، الفردوس، لا الفردوس مفتحة قبلنا، اللي هي من 22 ساحة مال نصب، مال ألق بغداد، جماعة طبعا هم أيضا من نفس الشريك ورابطة المصارف والبنك المركزي، زائد المعلق الجدارية، زائد ساحة التحرير، التحرير قلتها، ساحة أيضا، ساحة والحديقة، وبعد مدى تحضرني بعد أسماء الدبي العظمية، زائد عندنا في يم سيد حمد الله أكو فد ما رد أقوله، راح يطلع عندنا تمثال جميل، زائد أنه إحنا عندنا في خطتنا القادمة تماثيل لنصب وشوارع شامخة في بغداد لأسماء لامعة. يعني مثلا البيت الجواهري سوينا هذا البيت، وطلعنا شارع اسمه شارع الجواهري، راح يطلع شارع علي الوردي، راح يطلع شيخ الكبير الشيخ الوائلي في بيته بالكاظمية، راح نبرز لكم فد مشروع جميل جدا للوائلي المتنبي، تمثال المتنبي نفسه، هذن كلهن عندنا شركاء استاذ حازم. هاي الحدات بدينا بالعمل، صار لنا 5 أشهر اكون فتحت واكو سوف تفتح قريبا، يعني مجمل الاعمال نسبه الانجاز بين 70 إلى 80 بالعمل جاري. احنا بعد لنا شهر عطي من الان نفتتح كل هذه المشاريع، نفتتحها كلها ونقول لكم تفضلوا وشوفوا. اولا مبالغ قليله، ليش؟ لان يعني عندنا شركاء، يعني بدءا من ساحه الامه شريكنا العتبه الحسينيه، ممتاز، وهذا شريك قوي ومهم جدا. العتبه اجت اشتغلت لكم في بغداد، تبرعت لنا ب 146 نخله، زائد سناد مزروعات الدودينيا، العتبة الحسينية أول مرة تشتغل في بغداد واشتغلت معها بغداد. نعم، وأنا ذكرتها رقم واحد لأن هي رقم مميز، لكن الأكثر من عندها هو رابطة المصارف الأهلية، زائد البنك المركزي، تمكين، مبادرة تمكين بالبنك المركزي، زائد دائرة الثقافة والفنون في وزارة الثقافة، شريك مهم جدا، ماكو يطلع جمالية بدونهم. صح، خليناهم حتى احنا ذول الناس، يعني حتى اختيار الى نصب النخلة في ساحة الحسنين، انا اعتقد ما يختلف علي اثنين اليوم يقول الأمانة بغداد برافو عليكم على هذا، لا بجمالية، جمالية لان الثقافة ويانا اختارينا، واختيار رئيس الوزراء هم نقول شكرا له، لان هو كان دور له في دعم امانه بغداد. شنو المقابل هاي المؤسسات اللي اشتركت وياكم؟ شنو المقابل؟ اسم، بس اسم، اسم يصلح شريك في بغداد. احنا ايش نعطيهم؟ احنا نعطيهم شراكه، ونوع الشراكه هنا نقول ان نسميه فولنتير، متطوع، اضافه الى النقابه، نقابه الفنانين الجبار جودي وفريقه 4 مرات 5 مع امين بغداد متفقين، زائد انه التشكيليين الفنانين اللي عندنا. صح. اليوم العلاقات والاعلام في امانه بغداد ظهرت بعمل مع السيد امين بغداد ومع شركائنا في نفس مؤسستنا، اعطيك منه نفس مؤسستنا. دائره المشاريع لها دور كبير في 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 اكساء بغداد. 135 حي اليوم اكسيناه في بغداد، كانت عندنا مشاكل مع وزاره النفط. محل لو حي 135 محلة، محل، لأن هي بغداد 547 من 135، يعني قريب النص أو الثلث. تمام. إحنا كملناه بهاي الفترة، وإذا تشوف حي القادسية، اليرموك، عدن، مدينة الصدر، كل عقار، كل عقارات بغداد ارتفعت، وارتفاعها لما تكمل جمالية الإكساء ثم تحول إنارة وتحط تشجير، إيش راح يصير عندك؟ جمالية، جمالية. بعد أنا جايك ترى بالعمل مالنا ما مخلص،
ما راح تكمل. هذا المحور مهم، هذا المحور مهم استاذ. لازم قلنا لازم نحط الصوره الجميله اللي 14 تعبنا، ليش سدينا الباب عليكم؟ هسه اليوم راح نبدي. معسكر الرشيد 120 الف متر من النفايات بمعدل 86 الف طن مكعب شلنا من معسكر الرشيد. انت تصاعد فوق جسر محمد القاسم، شايف ب 20 سنه النفايات وصلت، راح توصل للجسر. صح. خلال شهرين بلديه الكراده مشكوره وشركائنا، ايضا جبنا شركاء منو؟ وش هيئه ساعدنا جزء من مؤسسه هيئه الحشد الشعبي بالاليات، وساعدتنا وزاره النفط بالاليات اللي نحتاج اليات ثقيله. صح. وللطمر ايضا عندنا بعد مشروعنا الكبير اللي ساعدونا به الشباب المتطوعين، طبعا اساسا من هذا مشروعنا هو مديريه عندنا مهمه جدا بالزوراء، وهي مديريه المتنزهات والحدائق اللي ليث الكعبي هو مديرها العام، صار له تقريبا فتره طويله وهو صاحب خبره كبيره في الزراعه. القناه ايش قد حكينا على مشروع القناه؟ لحد الان لا نحكي عليها. روح شوفها. شفت؟ ادعو الايام تروح تشوفها. لا هو طريقي. اليوم القناه بمساحه 40% من 22 كيلو. والله انصفت صحيح. لا انا رجل اللي مو كامله. اي لا ما ما اقدر اكمل لك اياها اليوم، مستحيل بعد لي سنه يلا كملت على القناه. بس نعطيك سهم. كن امين استاذ محمد. بس ايش قد حلو. اكو بلديه عن بلديه تفرق. راح اجاوبك على هذا السؤال. راح اجاوبك على هذا السؤال. ايش قد انا دارس بلديات وايش قد صار لي خبره بالبلديات بكل العالم. اي افتر كل العالم. أي. تلقى بلديه عن بلديه تفرق. صح. حتى بامريكا انا درست بامريكا اكو خلل. لا 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 مو اكو خلل. قله موارد. واحد اثنين اراده. اكو مدير عنده اراده، اكو مدير يقول لك ها اليوم دخل اشتغل في الساعتين، اكو مدير يشتغل صبح وليل. صح. اي لو لا صحيح. واكو مدير عنده تشيس مال فلوس، واكو مدير ما عنده فلوس. منين؟ من الجبايات. مو قلت لك انا احنا تمويل ذاتي، يعني اليوم ابو الكراده ايش قد يطلع فلوس من تمويل ذاتي؟ عندك شركاء يا استاذ محمد تقدر هذا اللي مثلا عنده ضعف بالايرادات انزل مو قلت لك اكو فعل واحد اسمه فلوس وفعل اراده وفعل ذوق. يعني احكي لك اياها طق طق، ما انا قلت لك راح اكون صريح، يزعل مني البعض ما راح اسمي اسماء. ولكن حقيقه التنافس مشروع في كل دول العالم بالبلديات، واكو بلديه انظف من بلديه وانظف، يعني احنا اليوم يعني يزعل من عندي ابو الكراده، الكراده صارت اكو بلديات تسبقها. اي اكو بلديات سبقت الكراده. صح. لكن الكراده انتاجها اكثر. ليش سبقتها البلديات؟ الكراده عليها ضغط كبير، وخلي شوي امون على الايام واقول لك الكراده سببها 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 القاده الموجودين بالكراده كلهم دون استثناء. خلينا نوصل هاي الرساله. ارجوك حتى لو يزعلون من عندي القاده، انتم السبب في الكراده. لان انا بدايه حديثك قلت لي انت ابنها. اي زين انا ابنها غير تساعدوني؟ غير تساعدون امانه بغداد؟ خلينا نطلق حمله على الكراده جديده. يعني الكراد تقبل بهاي الشوارع؟ لا والله ما يصير. هسه تقول لي تعالوا يا امانه بغداد دوركم، اقول لك دوري بس انطيني صلاحياتي، خلي امشي دوري بالكراده. طرقها، حدائقها، تجاوزها. هسه هم زين ماكو حمله انتخابات حتى يقولون محمد يريد انتخابات، مو صحيح؟ وبشرك انه انا ما رشح للانتخابات، عزفت عن الترشيح، بس دا اتكلم بكل واقعيه وبكل صراحه. هسه هاي الخدمات المقدمه في بغداد بالمجمل بما والله ما خلصت انجازاتي، بعدين اكمل لك. اي لا على انجازات او انجازاتنا حتى لا اقول انجازاتي. لا انجازاتك انت كامانه بغداد. انا اتحدث مع طرف من امانه بغداد. انا ماذا اتحدث مع محمد الربيعي؟ انا الاسم الناطق لامانه بغداد. احسنت ان شاء الله. فانا اتحدث ما اتحدث مع شخص. وانا بدايه حديثي قلت لك نحن فريق. احسنت. هو هذا الشيء الايجابي ترى بكل المؤسسات الدوله، حتى في البيت الواحد اذا ما اشتغل كفريق عمل ما راح ينتجون شيء. تبقى الاشكاليات تراكم الى حد يصير تفتت بداخل الاسر الواحده. صحيح. انا امنياتي ان يكون هذا الفريق العمل من رئاسه الوزراء الى اخر شيء بدوائر الدوله. امنياتنا كنا الدوله تنبني بالفريق. تنبني وفق الفريق حتى الفريق المتكامل. الفريق والقائد اللي يدير هذا الفريق ايضا له دور. هاي احنا راح نوقع باشكاليات. لا تدخل على امانه الوزراء. لا تدخلني بالسياسه. هي المشكله بينا الدم السياسي هم 17 سنه صار لي بالسياسه. احنا راح ندخل على موضوع جدا مهم، يعني انت تحدث لنا عن التجاوزات، وهذه التجاوزات معضله كبيره في بغداد وفي المحافظات. مع العلم يعني انا اقول لكم التجاوزات اليوم دي قرون القراءه الاولى
بداخل مجلس النواب عن قضية التجاوزات. اليوم قرأوا القراءة الأولى. شنو هذا الملف؟ قديم القديم. أي هو نفسه. كان موجود من 2018. لكن مو تعرف كل ما ينتهي دورة نواب ينعاد من جديد قراءته. هو هاي مشكلة. إحنا ما إحنا هذا النظام الداخلي. ماكو خواتيم إله. يعني احنا المشروع من يجي مشروع اليوم ده يقرا قرأوا تدري احنا سنه 2010 من قالوا راح نقرا ايش قد كانت عدد التجاوزات في بغداد؟ كانت 129 صف ضاعفت 129 هسه صارت 1200 ما شاء الله 10 مرات تضاعفت. شنو البدائل؟ هسه انا بالتجاوز صح مؤثر على الكهرباء على كل الخدمات على عنوان صحيح تربيه صحه تعليم احنا ما عندنا داتا بيز على كل المتجاوزين لا منين جايين؟ عفوا هسه اقول لك يعني هي ما شاء الله تفرخت العائله اذا يريد يبيعها يعني صار وضعها احسن اكو عوائل نعرفهم صار وضعهم احسن طلعوا بس سووا عرضوا للبيع اجى شخص اخر ايضا نفس الحاله وهكذا لحد ما تزرعت بالبيت الواحد صار اربع بيوت وطابق ثاني واكو منطقه من المناطق مساحه موجوده في منطقه البلديات هي عباره عن خدمات للمنطقه منطقه جديده ما بعد 2006 اليو ان هاي المنطقة ما بعد 2006 وضعوا بها مركز شرطة مستوصف مدارس انحرمت كل الأهالي المنطقة من كل هاي الخدمات بسبب بناء دبل فاليوم بناء كله مسلح سألوك تقول مثل فقير هو متجاوزين؟ متجاوزين هذا متجاوز بدبل فاليوم هاي شنو علاجه؟ انت راح توفر له بديل زين هذا شلون نوصل ايش قد مزعج هو هذا الملف صح لا جدا شنو انتم حليتوا انتم ما فرضت استاذ حازم هو بس خلينا نعرف التجاوز صح ممكن يعني احنا يعني اليوم 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 كاسئله حلوه وحواريه نعرف التجاوز هي. التجاوز يتقسم بتعريفه الى اربع او خمس اصناف اكو متجاوز على اراضي زراعيه اكو متجاوز على اراضي ملك الدوله تمام الدولة بها عندها مشروع صح يعني الدولة راسمة بالتصميم الأساسي حكيت لك إياه اكو مشروع استثمار أو هي أبنية موجودة واستثمر لا لا هذا بدنا نحكي أراضي واكو آراء اكو متجاوز على أبنية موجودة جبت لك إياه رقم ثلاثة واكو متجاوز على بيته هو صاحب العقار ومتجاوز اللي فرزه بإفرازات 1000 أو 600 أو 800 وحوله إلى خمسينات مثل ما موجود عندنا هذا التجاوز صح. على التخطيط العمراني وهذا التجاوز ابو التخطيط العمراني ابد كلهن يصير لهن شارة الا هذا ما يصير له شارة ليش تفلش بيوت؟ تفلش ما تقدر هاي كارثه هاي وصلت لنا هاي هاي خلت زعل المناظر هذا التجاوز مال التخطيط العمراني هيك اشتغلناه غمض عين وابني غمض عين وكني ما شايفك روح ابني الله واستلمت عليها اموال مدراء واقسام وهذا بدا هذا التجاوز من سنه 2007 من صارت عندك ثمانية الوضع الأمني خطر في بغداد انغاب القط فلعبه ولعب واستمر هذا ولحد الآن طبعا شوي أقل شوي أقل بحملات إذا تذكر حملة عبير عبير الله يرحمه شوي أقل هذا التجاوز لكن لحد الآن أكو وحدات أكو وحدات بس ظاهرة صارت ظاهرة كبيرة ظاهرة كبيرة وأكو تجاوز آخر أرصفة التجاوز على الملك الطريق يطلع على ملك الطريق لا لا ملك الطريق ملك الطريق يعني مثلا اكشاك محلات تجاريه بيوت انبنت على الارصفه يعني ساكو منطقه تذكرتها بالبلديات وانا هم راح اقول بلديات ومحلها اعرفها وزقاقها بس ما راح اقول المحله والزقاق انا رحت لهم بيها فاتحه دا اقرا الفاتحه رحت اريد اروح للحمام هاي قصه واقعيه والله العظيم قالوا لي تفضل نزع الستر اذا تكرم من طبيت شو طلعت عفوا غسلت تيل الكهرباء بالبيت اقسم بالله العلي العظيم العمود مال الاناره يبعد سته امتار عن البيت بالمخطط لقيته بالبيت وحاطين عليه تشو يقعدون بعدين السؤال الشباب يسولفون التعبانين من توزيع الماي بالفاتحه انتم هذا مو عمود الكهرباء قالوا اي هذا البيت هذا عندهم هذا شنو الان نبيه؟ قالوا هذا الرصيف لا اله الا الله طلعت برا ورا الشادر اباوع عينك ميزانك الشارع كله الله شو وقت ماني هذا 2005 و6 وبقى هذا من اللي يجي يشيله؟ شيل بيوت فالرصيف انوخذ
يعني اكو جهات كانت داعمه له لو شو؟ قلت لك طب نزعت مناظر وشوفتك قلت لك غلس عين وش داعي المحسوبيه لها دور، الفساد، الفساد اللي استشرى في امانه بغداد هذا اسبابه الكبيره. السكوت صاحب القرار نغلس غلسنا 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 احترق قلبنا حتى صارت بينا امراض من وراء هذا الملف. فهذا الملف عقيم ما تحل امانه بغداد وحدها، هذا ملف وطني. انت قلت هسه مجلس النواب المحترم اذا قرر وقرر اقرار صحيح وقراءه صحيحه هذا حل وطني، من يشارك به؟ تشارك به دائما احنا اتفقنا وياك نتكلم عن فريق اكيد تشارك به مؤسسات كثيره الاسكان والاعمار اها حتى تبني بديل صحيح تشارك به هيئات الاستثمار تمام حتى تعطي استثمار عمودي وافقي كامل الجهد الحكومي تشارك به صندوق الاسكان تدرك وزاره اكو صندوق القروض تشارك به المصارف الحكوميه واموال داعم. البنك المركزي اللي مسجونه هاي الاموال لوبانيا مثل بسمايه فد 10 لوبانيا مثل بسمايه فد 7 عندنا ببغداد 7 حويصلات البسمايه قدمت مشروع اقبل الله هسه انا ما يصير احكي عن نفسي بس راح احكي لان انت عرق دمي اللي قدمنا مشروع من كنا المرشحين نكون في منصب ما في رفيع المستوى قدمت اول مشروع هو 7 حويصلات لبغداد قبل بسمايه وين؟ اراضي موجوده احسن الاراضي انه راحت الزراعي راح انه قاموا يبنون عليه الحلقي مال بغداد انبنى قناه الشرطه انبنت هذه قنوات بالتخطيط والتصميم تصير احاطه لبغداد ببيوتات وبخليط بغدادي وبخليط عراقي خليط عراقي انا افهم ايش دا اقول يعني ابو غريب لها ابو غريب التاجي لها التاجي الطارميه التصاميم الموجوده التصاميم وتبني مدن لان بغداد ما يصير عليها هيك ضغط هذا ولا تطبق استاذ بعد منو الشريك والمحافظه لها دور المحافظه وامانه بغداد فايش قد عددت لك 5 مؤسسات مهمه جدا ان تنهض بهذا القانون اذا صدر حتى نرفع التجاوزات اما تقول لي امانه بغداد لها دور هسه حاليا نعم إنه دور ايش بدنا نوقف بدنا نوقف شفل وحمايات وحراسات وتعرضتوا اكيد للمشاكل اكو ضرب انضربوا واكو بالسكين انضربوا واكو بالطلقات طلعوا عليهم على جماعتنا في امانه بغداد، اليوم انا دافع عنهم في امانه بغداد، بس هم السبب. هم السبب جزء من الاسباب الرئيسيه هي امانه بغداد في موضوع التجاوزات اللي مشت عليها سنين طوال، هسه اكو واحد مدير عام يحكي عن دائرته بهذه الطريقه. ها؟ هذا واقع. بس هذا واقع. صار واقع، تقول لي هسه ايش قد قللتوا؟ اقول لك والله لازمين بريك. يعني عفوا من هالحركه بالاستوديو. لازمين بريك على انه ما نخلي التجاوزات، يعني استاذ عماريو حمله كل اسبوع يطلب من مديريات البلديات باجتماع هيئه الراي تفلشوا لا تسمحوا له عاقب طبعا من امن العقاب؟ سائل الادب اليوم العقاب ضروري ان نعاقب المتجاوزين الحاليين انتبه لي يعني انا اردلقى فرصه من 5 مؤسسات ومن برلمان ومن قادة عراقيين فرصة لبغداد أن تتوسع أوكي؟ بس بنفس الوقت ألزم بريك لأن لا تستمر أي هي هاي مشكلة ما راح تستمر باب لهم حتى للناس الآخرين التجاوز لأن يعني قلت لك ب 2010 كانوا 129 اليوم احنا ب 2023 1290 زين إذا تركناهم بال 25 منا ال 25 قد راح يصير؟ فهنا هاي رسالة من الأيام أن نوقف موضوع التجاوزات يا ناس خلينا نحط إيد بإيد نوفر بديل، نجيب لهاي الناس سكن، نجيب للفقير اللي ساكن بعده بالصفيح. شلون تعتمدون معاييرها؟ يعني شلون اعرف هذا فعلا مستحق هذاك مو مستحق؟ استاذ انت بيوم الدوله تريد تشتغل؟ هيبه الدوله ها؟ هيبه الدوله قصدي لا بيوم اللي نريد نشتغل ونطلع بهيبه هذا العمل؟ والله العظيم عندك لجان متخصصه فعاله في وزاره التخطيط. اسمها التنميه المكانيه. تنميه؟ المكانيه، مديريه عامه، مدير احصاء. مديريه التنميه المكانيه معنيه بتسقيط وتحديد الاماكن الفعاله وارقام عندك واحد ملف ثاني امانه بغداد مديريه التخطيط والمتابعه عندنا عدها كل الارقام ارقام كل متجاوز كل شيء عندنا قبل 100 سنه قبل شوي قلت لك احنا راح نطلع بال 100 سنه عندنا مؤسسه عريقه انا قبل كنت اغرد على امانه بغداد من خارج الصندوق واضح هسه في داخل الصندوق انا دخلت داخل الصندوق عندنا ناس وعندنا شغل وعندنا مؤسسه احنا مو مؤسسه هزيله لا احنا ولا مؤسسه فتيه احنا مؤسسه عندها عراقه وعمل وتريد تنطلق تطيها هسه صايه وصرمايه
واسوي لك اياها بعد 5 سنين اسطنبول، لا مو اسطنبول اسوي لك اياها اربيل، اعطيني 5 سنين. موارد واعطيني اجيبي مي واعطيني اجيبي جباياتي صحيح واعطيني اسوي اتمته. واضح. اعطيني هسه انطيني قول لي انطلق ولك الصلاحيات الماليه وصلاحيات الامين اللي هو ما تتدخل ويا وزاره الكهرباء وتعامل مع وزارات الطاقه وتعامل مع الخضار وتعامل مع البيئه وتعامل مع النقل وتعامل مع الطرق والجسور. انا اليوم 5 سنين ليش ما نغير فكره هاي الرؤى الجديده؟ يعني اكو رؤى تقليديه دا نمشي بيها كل سنه وكل امين شويه امين يجوز يزعل من عندي، بس هو هنا زعل لغرض تقويم العمل. واضح. احنا ببغداد المفروض القاده السياسيين يسمعون هذا اللقاء، هم سامعين ويعرفوا، انا وقاعد ويا اغلب القاده السياسيين. احنا ببغداد المفروض نغير الرؤى ونغير الافكار التخطيطيه لبغداد مو التقليديه. نعطي صلاحيات لامانه بغداد بكل مؤسساتها تخضع لها امانه بغداد، هي الكبير. يعني عمده بمعنى العمده. الامين بمعنى العمده، العمده اللي هو كلها تخضع لمعاييره. ونعطي المال. هاي التجربه البريطانيه؟ التجربه ليش اروح البريطانيا؟ تركيا وعمان الكبرى ومصر. صح. مصر. حتى طهران. برافو عليك. بالمناسبه انا زرت طهران بعد مرور 19 سنه ما راح لايران. زرت طهران، قعدنا ويا بلديه مشهد وقعدنا ويا بلديه طهران. مدير بلديه طهران او الامين يسمونه مدير البلديه، ما عندهم امين، مدير البلديه ينتخب في طهران. وفي تركيا ينتخب. طهران واسطنبول نفس التجربة. استاذي ابسط ملف حكينا به ملف النفايات. ثالث ثروة وطنية هي النفايات. استثمارها. والجمال في ساحاتها وشوارعها. قالوا احنا بعض الاحيان الحكومة تداين من عندنا فلوس نعطيهم، احنا فلوس. احنا نعطيهم فلوس، زين نعطونا هاي الصلاحيات يا قناة الايام. صح. انا من دا وصل رسالة في قناة الايام، انا دا اشوفها هاي القناة كبار القادة العراقيين ورموز 2003 اللي غيروا في بعد 2003 تغيير جذري في العراق. الطول أمانة بغداد صلاحيات واسعة بقانون، هو أنطوها صلاحيات مشابهة لطهران واسطنبول، وإحنا موقعين مذكرات تفاهم وياهم، هاي الناس تيجي تساعدنا تشتغلوا يعني. أحمد نجات كان أمين. كان مدير بلدية أحمد نجات ويمكن الثاني هسه هو مرشح. نسيت اسمه شوي، أساميهم صعبة علي. هو تنازل عن الرئاسة لغرض لأجل بلدي. نعم هو لأجل يبقى رئيس مجلس مدير بلدية. تنازل عن الرئاسة. إذا أردوغان شو كان؟ مدير بلدية اسطنبول. الآن أردوغان صار رئيس جمهورية يمكن حتى رئيس وزراء. صح. وزين، وإذا ناخذ دول غربية مثل شيراك وغيره، ثلاث ارباع فرنسا ما صاروا رؤساء اذا ما كان مدير بلديه. فاليوم مدير بلديتنا الحالي اللي هو عمار ممكن يصير رئيس وزراء. هسه انه طلع على رئيس وزراء، هسه قال كان عمز قد يحبه، مو اذا صار رئيس وزراء انا اصير ربيع. فاحنا نريد نشتغل يا احنا صاحبين ميدان. احنا كل سنه بكم والله خير سند. والله خير سند. انتم اذا قدمتوا خدمه لهذا البلد ولهذه المحافظه بالذات، لان تحكي وهي مختصين، والله العظيم نكون لكم خير سند. نسخر كل الفضائيه باتجاهكم، بس نريد اهل بغداد. صرنا صاحبين تجربه وصاحبين سنين. وانا قبل لا ان نختم اخ، اي والله خلص الوقت. أخ يعني أخ 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 اطلب منك حلقه قادمه جماليات بغداد الاسبوع الجاي، اكمل المحور وياك على راسي. بس راسي. ممكن نقدم المحور اذا تسمح لي اقدم لكم اني مقترح. اي زورونا للامانه. انا كل قلت لك راح اسخر، نسخر احنا بالاتفاق مع الاستاذ زين الاخ مدير العام، اتفقنا بان نقدم خدمه لامانه بغداد، لان هي وهي الخدمه للجمهور. أيوة هو انا من اقدم خدمه لامانه بغداد اظهر ملفاتها، يعني يمكن المشاريع الاستراتيجيه راح نرحلها. خلينا نرحل لا عندك هنا بالاستوديو بالبدايه الاسبوع القادم هذا الاربعاء او الثلاثاء ان شاء الله حجي. اذا سويت حلقه اولى وحلقه ثانيه شلون لعب استاذ حازم؟ انت كسب كبير للايام، لان انت خبره.
واني ومشتغل وياك ايام المعقب بس عندك نقطه المشاريع الاستراتيجيه عندنا كثير راح نتكلم عنها مشاريع الساحات الاستثمار مشاريع الاستثمار كلها عندنا هوايه مشاريع ان شاء الله لكن في نقطه اخيره قبل ان ما اختم ليش اظل بقلبي لا قول ساحه التحرير ايش بيها النصب يعني نصب يعني تعرفه من هو اي طبعا استاذنا اي هسه راح اختم بس ثواني يعني كان الباك جراوند المرمر الابيض هو شيء البارز احنا ندرس صدقني نفس المرمر بدعتك احنا ندرس في كليه فنون جميله ايه. انا صاحب اختصاص تشكيلي لكن اكو ذوق عام هذا اخفى ملامح البارزه اللي احنا بالحديث يسموه 3D هذا المجسم طف الشكل انا وجهه نظري خاصه بس تسمح لي اجاوب ايه. على السريع ايه ادعوك ان نروح مع فنانين أنا قلت لك شركائنا دائرة الفنون الجميلة أكيد وهم يوقفون ويانا أنا وياك والمختصين ونتأكد من هذا الكلام هذا الكلام عفوا مع احتراماتي وجهة نظر وجهة نظر لا عفوا النصب بارز النصب تنظف ما نزل بالقاع ما تنزل بالقاع أعرف صلوا المرمر خلفي غسلوه فقط من شغلات الطيور أي. إضافة إلى المرمر هذا الأصلي أي. الفيسبوك واللي هم بيريدون الطلاع كان ابيض استاذي مو هسمح لي ايه انت مرمر رخام ايه هذا عمره ايش قد عمره 7 ايام صحيح 7 ايام انتظر بعد 10 سنين او 10 ايام الأبيض نعم يرجع بياض هذا اكيد انا هذا قصدي هذا الجلي ماله انا قصدي اللون استاذي مو انت هسه اشتري مرمر من السوق بل يطلع لونه شويه رمادي بس من تمشي عليه بالقاع شو يصير ينحك ابيض هذا اما هي الساحه ساحه مكتمله جزاكم الله مكتمله استاذ محمد مو ومتبرعين بيها فلوس انا اعرف بيها لا هي لجنه مشكله بامانه مجلس وزراء رئيس وزراء نفسه اعرف هاي راح اتحدث فيها بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله استقبلها استاذ محمد ان شاء الله موعد صدق انا عجبت بالحلقه حبيبي يا حبيبي غالي. ان شاء الله اكيد يعني احنا نستانس بحضورك بمعلوماتك وانت يعني ابن يعني هذه الدائره وهذه المؤسسه اللي تنتج جمالا وفعلا على الارض بالنسبه لكافه الخدمات البنى التحتيه انا شرفت حضرتك انا شرف حبيبي استاذ محمد شكرا جزيلا استاذ محمد المهندس محمد الربيع مدير عام المدير العام للاعلام والعلاقات او للعلاقات والاعلام شكرا لحضورك نلتقيك يوم السبت القادم الساعه 9 مساء ان شاء الله تحياتي شكرا جزيلا اذا مشاهدينا الكرام تقبلوا تحيات كادر البرنامج التقيكم باذن الله تعالى مع استاذ محمد الربيعي مدير عام المديرية العامة للعلاقات والإعلام السبت القادم في الساعة 9 مساء نتحدث أكثر عن محاور كبيرة وكثيرة لكن ما سعت هذه الحلقة إن شاء الله الحلقة القادمة راح نستكملها وأيضا راح تكون حلقاتنا القادمة خاصة بأمانة بغداد نلتقيكم بإذن الله تعالى قبل تحياتنا موعد ومقدم برنامج حزب الحرب في أمان